بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه رسائل أوجهها لأخي في الإنسانية الملحد الذي تأمل في الدين فلم يقتنع به، الذي وجد في الإسلام الظلم والقهر والخرافات، الذي نقلت له صورة الإسلام بشكل خاطئ. أنا أود أن أخاطبك أخي الحبيب شخصيا، دعنا نتبادل كل واحد تجربته حول الإيمان والإلحاد. كما أنني درست الإيمان درست الإلحاد أيضا، وناقشت الكثير من الملحدين، وقرأت الكثير من كتب كبار الملحدين، وتبين لي في النتيجة عدة أشياء أود أن أناقشها معك. لماذا أنا مؤمن؟ يعني ما الذي جعلني أختار طريق الإيمان؟ هل هو بالوراثة؟ يعني هل أنا خلقت مسلما وتبعت دين آبائي وأجدادي هكذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يعني هل أنا أهتدي وأقتدي بدين آبائي من دون تفكير؟ طبعا الذي حصل معي أخي الحبيب أنني بدأت أدرس القرآن العظيم وتعاليم الإسلام الواردة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بشكل حيادي. اتبعت أسلوب مادي بحت، يمكن أن أسميه أسلوب المصلحة الشخصية. بدايات دراستي الحقيقية للإسلام والإلحاد طرحت سؤالا، ما هو الفائدة التي سأجنيها أنا شخصيا قبل غيري طبعا، وقبل أن أقنعك، لأنه بالنتيجة كل واحد يهتم بنفسه ولن يحاسب أحد عن الآخر، وعندما تموت ستموت وحيدا وتنزل قبرك وحيدا، وأنا كذلك سأموت وحيدا وأنزل قبري وحيدا، وهكذا كل البشر. لذلك أنا أهتم بمصلحتي الشخصية، لأنني سأواجه مصير الموت بمفردي، لن يدخل أحد معي القبر، سأدخل بمفردي. لذلك لابد أن أبحث عن شيء يحقق لي الراحة والمصلحة الشخصية في الدنيا وبعد الموت. طيب السؤال، ما هي الفائدة إذا طبقت تعاليم الإسلام، وما هي الأضرار، يعني السلبيات والإيجابيات؟ ونفس السؤال طرحته أيضا على قواعد الإلحاد ومبادئ الإلحاد، ماذا سأستفيد إذا طبقت أو اتبعت الإلحاد، وماذا سأخسر، وماذا سيضرني لو تركت الإلحاد، ما هي الأضرار التي سأخسرها إذا تركت الإلحاد؟ هذا هو السؤال الذي بدأت به قبل أكثر من 20 عاما، منذ بدايات تعمقي بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن العظيم. تبين لي هذه النتائج أخي الحبيب، كل ما جاء به الإسلام، طبعا سأعطيك ملخص وسنناقش هذا الأمر عبر حلقات إن شاء الله، أو عبر هذه المقاطع التي أبثها، لأن الموضوع طويل ويحتاج إلى شرح مطول. وقضية الإلحاد أخي الحبيب قضية مصيرية، يعني أنت بإلحادك هذا قد تكون تسير في طريق يؤدي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله. أسأل الله أن ينجيك وينجينا من هذا الطريق وأن ينقذنا جميعا، فالقضية خطيرة. لذلك ينبغي أن تستمع، ينبغي أن تتفكر، وأن نستخدم لغة المنطق العلمي فقط.
لن أقول لك فلان وفلان وفي كتب التاريخ وكتب كذا، لا، سنأخذ تعاليم الإسلام وتعاليم الإلحاد ونحكم عليهما بالمنطق العلمي البحت، البحت تماما، والمصلحة المادية البحتة. لن أتطرق لأي شيء عاطفي. أول شيء يصادفك حقيقة سنواجهها جميعا، وهي الموت. الملحد سيموت والمؤمن سيموت، ولكن ماذا بعد الموت؟ الملحد أو قواعد الإلحاد تقول لك إن الإنسان خلق بشكل عشوائي وفق نظرية التطور، تطور من قرد، من أشباه قرود، المهم أنه جاء عبر سلسلة طويلة من التطور ممتدة يعني تقريبا 4 مليارات سنة نتج عنها هذا الإنسان. وبعد أن يموت هذا الإنسان سيتحول إلى مادته الأولية ومركباته الأولية، التراب والماء والعناصر التي طبعا تشكل منها. وبعد ذلك لن يحدث أي شيء، سينشأ. طبعا كلمة يخلق لا يستخدمها أصحاب نظرية التطور لأنها يعني غير صحيحة بالنسبة لهم، نحن نقول يخلق، هم يقولون ينشأ، يتشكل، يصنع، أي مصطلح غير يخلق. سنستخدم مصطلح ينشأ لنكون حياديين. سينشأ إنسان جديد بشكل جديد وفق قواعد الوراثة وقواعد الطبيعة التي تحكم هذا العالم، وهذه القضية فقط وانتهى الأمر. طيب جميل، هذه وجهة نظر. طيب هناك وجهة نظر ثانية تعرف عليها. وجهة النظر التي وردت في القرآن العظيم تقول لك الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. حياتك الآن هي فترة اختبار، القرآن يسميها ابتلاء. حياتك الحقيقية ستكون مليئة بالأحداث، ستكون بعد الموت. هذه الأحداث ستحدث فيما يسمى عالم البرزخ أو ما وراء البرزخ، يمكن أن نسميه يعني تسمية بسيطة عالم البرزخ، هو التسمية الدقيقة ما وراء البرزخ، لأنه يوجد حد فاصل بين الحياة والموت، يعني لنقل برزخ هكذا يفصل الدنيا عن حياة البرزخ. هذا البرزخ فيه مليارات الأنفس، فيه مليارات الأشخاص، طبعا كنفس يعني، لأن الجسد يبلى كما تعلمون، الجسد لا يدخل في عالم البرزخ، التي تدخل هي النفس. النفس هي التي تجعلني أتحرك الآن، وعندما أموت هذه النفس ستذهب وتدخل في عالم البرزخ، والجسد سيبقى ويتفتت ويتحول إلى ماء وتراب ويصبح غذاء للديدان، لن يكون له أي قيمة، مثله مثل التراب. طيب الموت هو الحقيقة اليقينية التي لا يستطيع أن ينكرها أحد أو يهرب منها أحد حتى الآن على الأقل، يعني عبر ملايين السنين لا نعلم إنسانا عاش للأبد. طيب ماذا سيحدث بعد الموت؟ هناك عالم اسمه عالم البرزخ. عالم البرزخ أكبر وأوسع من عالم الوجود الآن ربما بمليارات المرات، عالم واسع جدا، والأحداث التي ستحدث أكبر بكثير مما يدور الآن في الأرض. طبعا أنت غير مقتنع بهذا الكلام بالنسبة للملحد، غير مقتنع، ولكن أنا أناقش معك وجهة نظر إلحادية ووجهة نظر إسلامية، ونتأمل أيهما أفضل بالنسبة لي. لماذا أنا اخترت الإسلام؟ لكي تستفيد معي يعني. طيب الآن أريد أن أتصور معك شخصا، الآن في مرحلة اختبار، هو يختبر،
في الجامعة مثلا، سأبدأ معك بمثال بسيط. عندما يدخل إلى الاختبار ويعيش فترة الاختبار، من الناحية النفسية والطبية والناحية العملية أيضا، أيهما أفضل؟ أن يعتقد بأن هذا الاختبار بعده لا يوجد شيء وسيمر وينتهي كل شيء ولن يستفيد شيئا، أم أنه يتخيل أو يتصور أو يعتقد حتى يعتقد أن هذا الاختبار سينجح فيه، وسوف يكون هذا الاختبار سببا في تحسين حياته وتأمين عمل ووظيفة له ورفع مستواه المادي والعلمي والاجتماعي درجات كبيرة جدا، أيهما أفضل؟ بلا شك كل إنسان سيقول لا، أنا بعد الامتحان الأفضل أن أفكر أن هناك أشياء جميلة ستحدث، وإلا ما الفائدة منه؟ ما الفائدة؟ تماما نحول هذا السؤال لشخص سيواجه الموت ويقول لا يوجد شيء بعد الموت، وشخص آخر سيقول بعد الموت هناك حياة رائعة جدا تنهي الظلم وتنهي المرض وتنهي التعب وتنهي الفقر وتبدأ حياة مليئة بالغنى والفرح والسرور، أيهما أفضل؟ بلا شك التفاؤل أفضل. وأنا حدثتكم ذات مرة عن دراسة لجامعة هارفارد موجودة أجرتها عن التفاؤل وعن التفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي، التفكير الإيجابي أخي الحبيب هو الذي يحدد مناعة جسمك. التفكير الإيجابي هذا هو الذي يجعلك أكثر قوة وصحة ونشاطا وأكثر قدرة على مواجهة الأوبئة، بخاصة كورونا، يعني نحن الآن في عصر كورونا. ما الذي يجعل إنسان يغزوه فيروس كورونا فلا يتأثر ولا يشعر به؟ ملايين من الناس يصابون ولا يشعرون أصلا، وإنسان يصيب هذا الفيروس فيقتله خلال أسابيع، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كل العلماء أكدوا أن الذي يحدد مصير هذا الشخص هو النظام المناعي. لأن النظام المناعي إذا تعرف على هذا الفيروس وتعامل معه على أنه فيروس، لن يستطيع الفيروس أن يقوم بأي عمل. إذا لم يتعرف عليه سيبدأ يفتك. لذلك نحن نقول هذه لأحبة المؤمنين هذه الملاحظة: تعرف على شيطانك، تعرف على أساليب عدوك. القرآن العظيم فيه مئات الآيات، لا أقول عشرات، مئات، تحذرنا من الشيطان وخطوات الشيطان وأساليب الشيطان، وأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأن يعني الشيطان هو الغرور، ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هذا الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كلمة شيطان والشياطين وردت 88 مرة في القرآن، وكلمة إبليس 11 مرة. تصوروا أيها الأحبة، كل هذا ليعرفنا الله على العدو. فالنظام المناعي الذي يتعرف على عدوه وهو فيروس كورونا بسهولة يتخلص منه ولا تشعر به أصلا أنت، أو قد تصاب به بشكل بسيط يعني وينتهي. المشكلة أن الذي يقتله فيروس كورونا أن نظامه المناعي لا يتعرف على الفيروس، فالفيروس يتمكن من الدخول إلى الخلايا و يعني أن يتكاثر ويفتت ويدمر الجسد. إذن أخي الحبيب، أنا الآن أمام خيارين: خيار
أن هذا الموت شيء جميل ورائع، وهناك ملائكة تنتظرني. حقيقة أنا أتفائل بالموت، أكره الموت، لأن كل إنسان يكره، الفطرة البشرية والغريزة البشرية تكره الموت، ولكن أتفائل أن بعد الموت هناك شيء عظيم هو لقاء الله سبحانه وتعالى. سألقى خالق هذا الكون سبحانه وتعالى عز وجل، سألتقي مع الملائكة في البداية، ولا يمكن لإنسان أن يلتقي مع الملائكة إلا بعد الموت، باستثناء الأنبياء طبعا. الموت هو الحد الفاصل. سأعطيك الآن ماذا يعني الموت بالنسبة للملحد حسب مبادئه وتعاليمه كما قرأتها أنا، وإذا كنت مخطئ فليصحح لي الملحدون من خلال التعليقات على الفيديو. وماذا يعني الموت بالنسبة للمؤمن كما أفهمه أنا أيضا. أول شيء بالنسبة للملحد، أول شيء الموت يعني بالنسبة له النهاية، نهاية الأفراح، أن عمله سينتهي، ماله سيذهب، وظيفته ستنتهي، سيفقد أبناءه وأحباءه. لذلك الملحد تجده يخاف كثيرا من الموت ولا يحب أن يفكر بالموت. لماذا؟ لأنه عندما يجلس ويتخيل أن الموت سيغيبه عن أبنائه، أحبائه، عن أهله، عن إخوته، عن محبيه، عن أصدقائه، ستنتهي الجلسات الجميلة التي كان يعني يسهر ويتسامر بها مع الأحبة. هذا الضوء لن يراه، سيختفي هذا الضوء للأبد بالنسبة له طبعا. نقول نعم، إذا كان هذا الملحد مظلوم ومات قهرا لن يسأل عليه أحد، والظالم سيسرح ويمرح، الذي سرق الملحد، الملحد مات، والسارق يسرح ويمرح وسيموت طبعا، وكلاهما سيتحول إلى تراب. يعني هذه نظرة مؤلمة بالنسبة للمظلوم، المظلوم سيتألم كثيرا، من الذي يأخذ لي حقي؟ لا أحد، الطبيعة لن تأخذ لك حقك لأنه لا يوجد بعث بعد الموت. طيب ماذا يعني الموت بالنسبة للملحد؟ أن يفقد ماله أيضا. طيب هذا المال الذي أتمتع به سأفقده، طيب الطعام اللذيذ الذي أكله سينتهي، كل شيء جميل سينتهي. لذلك هو نهاية الأشياء الجميلة، والأشياء المأساوية سيزداد أسا لأنه لا يوجد من يعوضه عنها. لنفرض أن هناك ملحدا وأوذي كثيرا من قبل جيرانه، من قبل زوجته، من قبل ابنه، من قبل جاره، من قبل أي شيء. طيب الموت بالنسبة لهذا الملحد نهاية حزينة، لأنه وهو يموت يرى ذلك المؤذي أو ذلك اللص أو ذلك الظالم يتنعم بينما هو يموت، فهذا شيء إحساس مؤلم. إذن نجد أن الملحدين يهربون من الموت، ومنهم من إذا كان لديه مليارات يحاول أن يدفع أي رقم ليعيش ولو ساعة إضافية. لذلك نجد في الغرب أن الأغنياء يدفعون كثيرا ليعيش بضع ساعات أو بضعة أيام. طيب بالنسبة للمؤمن ماذا يعني الموت؟ دقق أخي الحبيب، الإنسان المؤمن أول شيء الموت يعني له لقاء ملائكة الله بأجمل صورة لم يرى مثلها في حياته. الموت يعني بداية حياة جديدة خالية من المرض، خالية من الظلم، خالية من أن تحتاج أحداً. ستكون حاجتك للخالق الواحد الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. حياة البرزخ بالنسبة للمؤمن ستكون حياة نعيم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
سلام عليكم بما صبرتم. الملائكة تأتي لتبشر المؤمن لحظة الموت بالنعيم الدائم، وتبشره برضوان الله سبحانه وتعالى، وتقول له: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. الموت بالنسبة للمؤمن يعني أن الظلم سيتوقف، وأن الله سيأخذ لي حقي من هذا الظالم حتى أرضى. هكذا وعدنا الله، ليس كلامي، هذا كلام القرآن. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الموت بالنسبة للمؤمن يعني نهاية الأحزان. حتى الأولاد، الملحد سيحزن كثيرا إذا لم يكن لدى أولاده ما يعني من يصرف عليهم، من يرعاهم. لديه ابن مريض، ابن معاق، ابن كذا، سيتألم كثيرا أنه لن يتمكن بعد اليوم من أن يقدم له أي شيء بعد موته يعني. بينما المؤمن متفائل لأنه سيسلم هؤلاء الأولاد إلى خالق كريم حليم عظيم، لن ينساهم، سيرزقهم وسيهيئ لهم من يرعاهم بعد موت أبيهم، إكراما لهذا الأب بفعل ثقته بالله عز وجل. إذن لا يوجد هم. الملائكة ستقول للمؤمن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة متى؟ لحظة الموت. ألا تخافوا، رقم واحد، ولا تحزنوا. الخوف يكون من المستقبل، إذن لا يوجد خوف مما سيأتي، هناك نعيم، لا تخاف مما سيأتي. ولا تحزنوا على الدنيا، على الأولاد، على المال، على الزوجة، على المتاع الذي تركته، على عملك، لا لا. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا مما مضى، يعني الشمل لك الماضي والمستقبل. طيب اللحظة الحالية ماذا يوجد فيها؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن اللحظة الحالية هي لحظة بشرى، يستبشر الإنسان الميت المؤمن بجنة عرضها السماوات والأرض. طيب والله هذا إحساس رائع، يعني أنا عندما أتبنى تعاليم الإلحاد يعني ماذا سيقدم لي الإلحاد؟ سأخسر هذا الإحساس الرائع الذي أنا الآن أعيش به. أنا الآن رغم صعوبات الحياة أنا أشعر بلذة كبيرة، لأن لقائي مع الملائكة سيكون قريبا. طبعا مهما امتدت السنوات، ولو مليون سنة هي قريبة، يعني في مقياس الله الزمن مهما كان كبيرا هو شيء قليل بالنسبة لله عز وجل، هو خالق الزمن. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن هذا إحساس جيد، لماذا أحرم نفسي منه؟ ومقابل ماذا؟ يعني ماذا سيقدم لي الإلحاد إذا اعتقدت أنني سأتحول إلى تراب مثلي، مثل أي كائن، مثل أي نملة، مثل أي كائن حي آخر يعني. معلم أن الكائنات ستحشر وتحاسب، لا يوجد عبث في خلق الله سبحانه وتعالى. ماذا سيقدم لي الإلحاد لحظة الموت؟ لا شيء، يقول لك مت وحيدا وانتهى الأمر. طيب أنا ظلمت، لا مشكلة ستموت. طيب أنا لي حق عند فلان، ستتحول إلى تراب ولن يسأل عنك أحد. طيب أنا لدي طفل أخاف عليه، سلمه للطبيعة. ماذا سيقول لك الملحد؟ ليس لديه شيء، ليس لديه إيمان. لا، أنا بالنسبة لي أنا كإنسان أريد مصلحتي الشخصية أولا. أنا أحب أن أتفائل حقيقة، أحب أن أتفائل أن بعد الموت هناك حياة جميلة سأعيشها. طيب تقول أنت أن هذا
هو ضحك على العقول أو غير ذلك، يا أخي اعتبر ما شئت، ولكن إحساس التفاؤل كمصلحة شخصية أفضل وعلميا أفضل وطبيا أفضل ونفسيا أفضل من إحساس التشاؤم. مريض السرطان ماذا يقال له؟ الطبيب الماهر يجعله يتفائل، يقول له حالتك بسيطة وستعافى، وهو يعلم أنه بعد أيام سيموت، على الرغم من ذلك يعطيه جرعة من التفاؤل ليعيش أطول وليستمتع بما تبقى له من حياة. يعني أنا أقول لك اعتبر أن بعد الموت لا توجد حياة، الأفضل أن تتفائل، وإذا كان هناك حياة الأفضل أن تتفائل أيضا لتعيش هذه الحياة. أنا لا أريد أن أطيل عليكم أحبتي في هذا الموضوع طويل جدا، أحببت أن أبدأ هذه السلسلة بعنوان أخي الملحد، وأقصد أخوة الإنسانية وليست أخوة الإيمان. نحن إخوة في الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأنتظر إن شاء الله منك أخوة الإيمان. أنا أنظر لأي ملحد كمشروع أن يصبح مؤمنا وأفضل مني. لذلك يعني دائما أحاول أن أنادي الملحد بكلمة أخي الملحد، ونحن بالفعل إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم لآدم وآدم من تراب، ولكن أخوة الإيمان تنقصها أنت، هي كلمة واحدة، أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد في داخلك أنه لا إله إلا الله، وما تبقى سهل، لأنني يعني هذا تحذير من الله لي ولك. كل الذنوب تغفر إلا الشرك بالله والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني آمن بالله، وكلما ذهبت إلى الفراش لتنام فقط ثق أن هناك إلها عظيما، بغض النظر أنت لا تقتنع لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا باليهودية ولا بهذا الكلام، لا مشكلة، اعتقد في داخلك أن هناك إلها للكون، وقل يا رب أنا أبحث عنك فأعني كي أجدك، والله ستجد الحق. لا يوجد إنسان يبحث عن الله إلا ووجد الحقيقة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقائق الدين وحقائق الإيمان، وأن يثبتنا على الحق في الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.